خليك معايا الحب كله شفته في عيونك وضحكة حلوة هي البداية تعالى وخدني وقولي الحكاية وبلاش تسيبني وخليك معايا الحب كله شفته في عيونك وضحكة حلوة هي البداية وافرح وانا بستناك وايه انا بنسى الدنيا معاك مش فاكر الا هواك وبحبك اكتر من روحي وافرح وانا بستناك وانت في حضني حبيت حياتي حبيتك اكتر من ذكرياتي وحسبت عمري من يوم ما شفتك وانت بداياتي وانت نهاياتي وانت في حضني حبيت حياتي حبيتك اكتر من ذكرياتي وحسبت عمري من يوم ما شفتك وانت بداياتي وانت نهاياتي ايه انا بنسى الدنيا معاك مش فاكر الا هواك وبحبك اكتر من روحي وافرح وانا بستناك نتكلم بقى عن تفاصيل ليله العمر يوميها يوم الفرح. اكيد كان فيها اصحاب كتير جدا جدا جم لغاده وكمان الفنانه ماجده وللوالد ايهاب نافع. اه طبعا. تفتكري مين اللي كانوا موجودين من ضمن اللي جم؟ انا افتكر اهم يعني او الشخصيه الواضحه قوي طبعا استاذ عمر الشريف. ده كان من دعوه بابا على ما اعتقد هم اصدقاء. وانا ما كنتش متخيلاها يعني وقال لي انا قلت لعمر يجي قلت له يعني يا ريت بس انا عارفه انه دايما بيبقى مش فاضي ومشغول وممكن ما يكونش موجود. كانت المفاجاه ان انا لقيته جه فرحي ويعني كانت مفاجاه حلوه قوي بصراحه.